صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 26 سنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج. وجاء في القرار أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للعلاج في الخارج تتبع المجلس الأعلى للصحة وتشكل من ممثلين عن الجهة الآتية: وزارة الصحة، مستشفى قوة دفاع البحرين، مستشفى الملك حمد الجامعي، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، صندوق الضمان الصحي، رئيس مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة، مركز البحرين للأورام، مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب، ممثل عن المستشفيات الحكومية.